ناقشت اليوم في المنتدى الخاص بدولتك عن الإجراءات الملموسة اللي ممكن تتخذها في المجتمع. إيش تستنى؟ الوقت قصير، بالذات إنه عم نحكي عن المناخ والعدالة المناخية. ساعد غيرك إنه يتشجع ليواجه هاي المشاكل. اليوم، الآن، مش الشهر الجاي، مش السنة الجاي. خلينا اليوم، كلنا نلتزم مع بعض نحقق مستقبل عادل ومستدام لكل الشعوب والكوكب. As on climate and justice. Obrigada a todos por se tornarem líderes em clima e justiça. Thank you all for becoming leaders on climate and justice. जलवायु और न्याय पर वर्ल्ड वाइड टीचिंग में आप सभी का स्वागत है.